شهدت قرية فنارة التابعة لمركز مدينة فهد بمحافظة الإسماعيلية إطلاق قافلة تموية شاملة ويأتي ذلك في إطار جهود مؤسسة حياة كريمة للتخفيف عن كاهل المواطنين وتقديم الرعاية الطبية حيث تضمنت القافلة تقديم خدمات طبية للألاف من مواطني المدينة في إطار جهود مؤسسة حياة كريمة للتخفيف عن كاهل المواطنين وتقديم الرعاية الطبية شهدت قرية فنارة التابعة لمركز ومدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية إطلاق قافلة تنموية شاملة بالتعاون مع جامعة سيناء وجامعة قناة السويس القافلة تضمنت تقديم خدمات طبية للآلاف من مواطني المدينة بالإضافة إلى تقديم خدمات بيطرية وزراعية مع تقديم ندوات للمزارعين عندنا أكثر من 15 تخصص مختلف بتقدمهم سواء جامعه قناه السويس او جامعه سينا ويمكن ده مش اول تعامل او اول شراكه حقيقة مع جامعه قناه السويس ان احنا شغالين مع بعض من فتره طويله الحمد لله يعني الاقبال كبير جدا وردود الافعال طيبه احنا عندنا النهارده ايضا ندوات توعويه عندنا قوافل زراعيه وقوافل بيطريه بتجول المزارع و... و... وبتعمل كشف مجاني على المواشي الجامعه النهارده مشاركه بعده تخصصات كقافله طبيه شامله طبعا ده من دور الجامعه جامعه سيناء انطوره الشرق ان احنا نبقى مشاركين مع المواطن ونحاول نساعده وده من دور الجامعه ان احنا نساعده. احنا موجودين في مركز ومدينه فايت في قريه فطاره في مقر جمعيه تنميه المجتمع بفنره قافله طبيه ضخمه معنا اكثر من 13 تخصص معنا اكثر من 150 نوع دواء النهارده ان شاء الله الكشف بالمجان والعلاج بالمجان باذن الله. خدمات طبيه مجانية قدمتها القافلة بالإضافة إلى العلاج بالمجان لعدد كبير من الحالات الطبية في مجالات الأطفال والنساء والتوليد والجراحة فضلا عن عقد ندوات التثقيف الصحي لمرضى ضغط الدم المرتفع والسكري والكبد والكلى الدكاترة بصراحة قايمين بالواجب وفي علاج وفي كله تمام والحمد لله رب العالمين اهتمام حياة كريمة بالقرية وبأهلينا ودعمهم وان هم يهتموا ويتواصلوا مع جامعه قناه السويس او جامعه سيناء انهم يحضروا الكم الهائل من الاطباء فإحداشر تخصص تقريبا اول مره تحصل عندنا في القريه حاجه محترمه جدا بنشكرهم عليها الحمد لله كشفت عظام كشفت جراحه وان شاء الله حولوني على الجامعه وان شاء الله خير ان شاء الله. القافله التنمويه الشامله توجهت إلى مركز فايد بمحافظة الإسماعيلية لتقديم خدماتها المجتمعية المجانية ضمن جهود مؤسسة حياة كريمة بهدف توفير مستوى معيشة أفضل للمواطنين وتسخير الإمكانات المتاحة لخدمة الأهالي في المناطق الأكثر احتياجًا.